السلام عليكم، أنا زميلكم عبد الله عمار، وإن شاء الله اليوم راح نشرح المحاضرة التاسعة من الفارماكولوجي. المحاضرة راح تكون سهلة، موضوعها عن الطرق اللي أنا أقدر من خلالها أخذ العلاج. هتكون أكثر شيء عبارة عن ترجمة فقط، معلومات ونحكيهن، ما بيها أي شيء فهمي نهائيا. محاضرة حلوة وسهلة. بالبداية هنا راح يجي يقسم لي الأدوية إلى سيستميك، والى لوكال. اللوكال هي راح تاثر لي على منطقه معينه بس، مثلا انا اخليها على الجلد تاثر على الجلد بس، بينما السيستمك هذا لا، راح تاثر على سيستم كامل. ليش؟ لانه انا مدى اقدر اوصلها لمكان المرض تحديدا. مثلا انا عندي جلد، اقدر اخلي الدواء على الجلد ويداوي مثلا، بس اذا عندي مثلا مرض بالقلب، بالليفر، الكبد، ما اقدر اوصله فيت للكبد، فراح تاثر على السيستم كله. السيستميك مالتي راح تتقسم الى قسمين، اللي هي انترال والبارا انترال. الانترال اللي اني انطي الدواء من خلال الجي اي تي، انه يوصل للجي اي تي مال الجهاز الهضمي. من هيل اورال من خلال الموت، وطبعا هذا راح يوصل للجي اي تي. السابلينجول طبعا انه ايضا من خلال الموت، وهذا جي اي تي. السابلينجول اللي هي تحت اللسان، سامعين نقول احنا الناس تاخذ حبايه تحت اللسان، وكذلك من خلال الركتال، من خلال المستقيم المخرج. هذني ليكون انترال من خلال جي اي تي، جي اي تراكت. بينما البارا انترال ذني without جي اي تي، يعني ما احتاج اني الجهاز الهضمي جي اي تي، ما احتاج هذا الجاسترونتستال تراكت. منها الانهيليشن اللي هي البخاخات مثلا مال الربو، او الانجكشن الحقن، واللي هن عدة انواع: انترافينوس، الاي في هاي الوريدية، انتراماسكولار اللي هي بالعضلة، سبكوتينوس، سمعين احنا نقول اكو ابرة تحت الجلد، او الانترا ارتريال اللي هي بالوريد، انترا ارتيكولار اللي هي تكون بالساينوفيال فلويد مال الجوينت، انترا ثيكال اللي تكون بالسي اس اف مال البرين مال الحبل الشوكي، وكذلك بالانترا ديرمال، طبقة الديرمال مال السكن. لاني عدة انواع من الانجكشن راح يحكي عليها بهاي المحاضرة وبالمحاضرة العاشرة هم ان شاء الله. زين، وعندنا شيء اسمه الترانس ديرمال، انه انا هم انطي من خلال طبقة الديرمال مال السكن، بس هنا مو حقنة. اكو شايفين مرات ادوية ينطوها على شكل لزقة، لزقة تلزق على الجسم وتوصل، يمتص الدواء من خلالها ويوصل طبقة الديرمال. دني كل اللي حكيناها من انترال ومن بارا انترال دني دي يشتغلن سيستمك، على سيستم كامل. بينما اللوكال اللي هي دي يشتغل على شيء واحد معين، مثل سكن توبيكال، مثل انا اخلي اكو ادويه تكون على شكل جل، اكو مرهم، اكو كريم، دني يختلفن بيناتهم طبعا من حيث التكوين ومذكورات المحاضره العاشره. زين، الانترانيزل اللي هي القطرات مال الخشم، انه يعني مباشرة الخشم، ما احتاج انه انا اثر على السيستم كامل. الاوكيولار دروب اللي هي قطرات العين. الميوكوزال مال ثروت، مال الفجاينا، مال الموت، مال الاير، اي ميوكوزا. الانهيليشن والترانسديرمال، ممكن اكو ادوية يشتغلن كلوكال على شيء معين، وممكن يشتغلن على سيستمك حسب الدواء اللي دا استخدمه، يعني ممكن يكون اللوكال وممكن يكون السيستميك. زين، هسه راح نبدي بالاورال روت اللي هي من خلال الموث، يا اما فور سيستميك افكت اور افكت ان ذا جات، يعني يا اما اني استخدمها اثر على سيستم كامل مثل ما هنا شفناها، وينها السيستم كامل، او اقدر اثر من خلال افكت على الجات اللي هي الجات لومين اللي هي مال الجهاز الهضمي. زين، الاورال روت هنا راح نحكي معلومات بس نحكيهن، يعني مجرد دح نترجم. ذا موست كومن روت اوف دراج ادمنستريشن، انه هي اكثر طريقه شائعه ناخذ من عندها الدواء، ذني امسكيوات حفظ. زين، دراج از جيفن ثرو اورال كافيتي، من خلال الموت. زين، الادفانتج مالتها شنو؟ المميزات شنو اللي يميزها؟ اولا هي سيف، مثلا اني مدى اضرب ابره، مدى يصير عندي اختراق التشو، مدى يصير عندي الم بين، سيف امنه. كونفيننت، انه سهله الاستخدام، وهي سيلف ادمنستريت اللي هي انه اقدر اني اخذها بنفسي، ما يحتاج اروح ممرض او طبيب. بين فري، ما بيها الم. نون انفيزيف، انه
مثلا انا اذا اجيب انجكشن مالت الحقنه، اكو انجكشن تفوت باول طبقه مال الجلد الابيديرمال، او ممكن تفوت بالديرمال، ممكن توصل للمصل، ممكن للكونكتيف تيشو، فهاي تسوي اختراق. هنا نون انفيزيف ما بها اي اختراق، مجرد اخذها من خلال الاورال كيفيتي اند ايزي تو تيك، سهله الاستخدام. ايكونوميكال، انه ايكونوميكال كومبير تو اذر بارينترال روت، انه دا تكون اقتصاديه ارخص غير ادويه مثلا الانهيليشن مثلا مال هي من خلال التنفس، الاجهزه مال مثلا مال ربو. هذا الدواء انا احتاج جهاز، هذا الجهاز ممكن يكون سعره غالي، او غير ادويه بغير طرق، ممكن الابره وتبعاتها مثلا احنا نقول السرنجه والمعين المقطر، هذا كله يعني مواد اضافيه اسعارها راح يكون اغلى، فهي ايكونوميكال اقتصاديه يعني رخيصه متوفره. زين، usually good absorption take place along the whole length of the GI tract. شوف هنا خل اعبر على ذاك السلايد، يعني ننتبه هنا ده يكون good، انه صح ليش امتصاصها good، بينما هناش ده يقول slow action. شنو good شنو slow؟ ليش good ليه يصير امتصاصها good؟ لانه ده نستخدم GI tract. GI tract هذا ده يكون طويل، لانه نعرف انه الامعاء طولها تقريبا 6 مترات ونص ما عدا المعدة، فهذا الجي اي تراك طويل، فيكون الامتصاص على طول هاي المسافه، فانا اذا تزيد عندي المسافه اللي اقدر اسوي من خلالها امتصاص، فالامتصاص مالتها راح يكون جيد، بس بنفس الوقت سلو امتصاصها دا يكون يعني مو امتصاصها، الاكشن مالتها الشغل التاثير مالتها بطيء. كان نوت يوز ان امرجنسي، هنا دا يقول لك سلو ابزوربشن، يعني هو صراحه يعني خابطها، بس اتمنى تفتهموها. ليش دي يقول جود؟ لانه جي اي تراكت مالته طويل، يعني بس الامعاء 6 مترات ونص، فالامتصاص مالته راح يتم بشكل كامل، امتصاصها كامل هذا جود، بس بطيء شويه شويه. فنرجع للادفانتج مالتنا انه جود ابزوربشن. واخير وحده نو نيد فور ستيريلايزيشن، انه انا ما احتاج اعقم، مثلا احنا بناخذ الابره لازم نعقم المكان، بينما هنا ماكو تعقيم. هذا اللي الادفانتج مالتها. هسه الديس ادفانتج اللي هي الشيء اللي ما يميزها، اولا قلناها السلو ابزوربشن امتصاصها يكون بطيء، وبالتالي سلو اكشن. كان نوت يوز ان امرجنسي، تعرفون بالامرجنسي حاله الطوارئ لازم انا دواء راسا انطي، راسا اسوي له تاثير، يعني مو مثلا انطي دواء وانتظره الى ان يصير بي ابزوربشن راح يطول، فاني الاورال روت ما اقدر استخدمها بالطوارئ. زين، الريتيبل اند ان بلا يعني بلاتيبل دراجز نوزيا اند فومتنج. الريتيبل انه ممكن يسوي لي تهيج، يعني شايفين اكو ادويه تسوي سايد افكت، سوى مثلا تهيج بالماوث او مكان معين، هاي وحده من السايد افكت مالتها. وهنا دي يقول انه طعمها مذاقها غير طيب، شايفين اكو مرات نتعمد بناخذ الحبايه راسا وياها ما نبلعها راسا، ما نخليها تطخ بلساننا لانه مره يعني مو شلون مشان. فهنا يقول مذاقها مو زين، ممكن تسوي لي سايد افكت النوجيا والفومتينج، ممكن تسوي لي لعبان نفس وتسوي لي تقيؤ. زين، ثلاثه كان نوت بي يوزد ان انكو اوبريتيف، انه ما اقدر استخدمها ويا اكو ناس ما تحب تاخذ الدواء، يكونون غير متساعدين، مثلا الاطفال انه ما اقدر استخدم ويا الادويه، فمن ياخذ الحبايه العفو احنا يعني يطلعها من حلقه ما يقبل ياخذها، فهذا يعني غير متساعد، ما اقدر استخدم ويا الاورال روت. الشخص اللي عنده فوميتنج انه دا يتقيع، هم ما اقدر انطي الاورال روت. اند ان هنا كونسيوس بيشنت، والشخص اللي فاقد الوعي ما اقدر، لانه هاي الحبايه يحتاج انه الشخص يبلعها بارادته، فالشخص هنا الفاقد الوعي ما اقدر اني انطي الاورال روت. زين، سام دراج ديسترويد، وهذا شرحناه بالمحاضرات السابقه، قلنا اكو ادويه ما نقدر نعطيها بأوروبوت، ما نقدر نعطيها كتابلت حبايه، لانه من راح توصل للمعده او توصل للانتستين راح يصير بيها ديسترويد من خلال الانزيمات اللي موجوده، بالتالي انا مضطر انطيها انجكشن حقنه. زين، خمسه سام تايمز ان افيكنت دراجز ابزورب سام دراج ار نوت ابزورب لايك ستريبتومايسين، اكو ادويه ما راح تمتص نهائيا مثل ستريبتومايسين، ان انا اذا اخذتها اورا روت ما يقدر تشو مال المعده او مال الجي اي تراكت، ما راح يقدر يسوي لها ابزوربشن. واكو ادويه راح يكون لها امتصاص، بس مو ذاك الامتصاص اللي انا احتاجه حتى يكون فعال. زين، نعرف انه انا من اخذ اورال
100% راح افوت بشيء اسمه first pass effect اللي هو first pass metabolism اللي دا يكون من الجي اي تراك لحد ما وصل للليفر due to bio transformation. تعرفون انه من راح وصل للمعدة الانتستين يعني حيصير بيها metabolism راح يروح نسبة من تركيزها وراها راح تروح بالبورتال فين للليفر وهم راح يصير بيها ميتابوليزم اقوى بالتالي راح توصل للسيستمك سيركوليشن نسبتها نسبه هوايه من عندها رايحه فاني هذا الاورا روت وحده من الديس ادفانتج مالته انه راح يفوت بالفيرست باس ميتابوليزم. سبعه واخيرا اللي هي فوت دراج انتراكشن اند دراج دراج انتراكشن هاي شرحناها يعني كلش وتعمقنا بيها بالمحاضرات السابقه قلنا اكو ادويه ما اقدر اخذها ويا اكلات معينه ممكن عندي اكلاء يعني هذا اكثر من دواء تذكرون قلنا هذا العلاجات اللي ياخذون الاكتئاب لحد توقف لي انزيم معين هذا الانزيم انا لازم يشتغل من اكل اكل هوايه حتى لا يرتفع عند الضغط فهي وحده من الاورا روت انه وحده من المساوئ انه الاكل اللي حياثر لي على الادويه او الدراج دراج انتراكشن ممكن يزيد ميتابوليزم اخذ ادويه اثنين الأول يزيد للميتابوليزم مال الثاني يقلل لي اياه يسوي لي مشاكل بالاكشن مال الدراج. زين هسه السبلينجوال او البوكر روت طبعا البوكر هي هاي المنطقه مال الخد هي منطقه الخد يسمى البوكر هاي من حيث التشريح احنا ناخذها بالتشريح ان شاء الله. زين يقول تاب اور بارت كونتيننج ذا دراج از بليز اندر تانج انه انا الحبايه مالتي جوا اللسان اور كراشت انه اني شو انا حطمها بالموث مالتي اسبريت اوفر ذا بيوكم بوكال ميوكوزا اللي قلنا هي هاي المنطقه بس من الداخل هاي تكون الميوكوزا فيقول لك انه حبايه اما تحت اللسان يا اما انا اخذ الحبايه وراسا افلشها يعني اكسرها داخل الموث وانشرها على الميوكوزا مالتي مال الخد امثله عليها الجي تي ان وذن الادويه اللي صراحه ما راح الفضحين لانه حاولت الفضهن قبل المحاضره وابدعت بيهن فعليكم. زين هسه عندنا ادفانتج كل طريقه دواء عندي مميزات وعندي سلبيات. الادفانتج مالتها شنو؟ انه الابزوربشن والترمينيشن كويك بسرعه. انه الدراج ابزوربشن اس كويك انه انا من دا اخليها تحت اللسان راسا دا يصير بيها امتصاص. امتصاصها سريع. وحتى انه الاكشن مالتها وخروجها من الجسم هم دا يصير سريع فهذا الدواء مالتي ما يطول هوايه اخذه منه يطلع منه بس دا يسوي شغله بشكل كامل وذني من المميزات. زين فيرست باز افويدد انه قلنا بالاورا رود دا ناخذها من خلال الموت توصل للمعده والانتستين دا توصل للجي اي جي اي تراكت وبالتالي دا يصير بيها الفيرست باز ميتابوليزم بيصير بيها ميتابوليزم بالبدايه بذني وبعدين بالليفر ودا تاثر على النسبه مالتها هنا لا نادة تتجنبه ليش لانه هنا متى توصل للمعدة متى توصل للجي اي تراك ليش لانه امتصاصها دا يكون يعني العفو من دا تمتص دا تروح مباشرة للبلاد ستريم رئيسا دا تروح لمجرى الدم. زين كان بي سيرف ادمنستد ها هنا دا يقول لك انه انا اقدر اخذها وحدي ما احتاج طبيب او اي شخص اخر ويكونوميكال انه هم تكون اقتصادية حالة يا حباية حالة حال الاورا روت. زين الديس ادفانتج مالتها انه هي سلبياتها انفيتابل بتر دراج نفسها انه مذاقها ما طيب او بتر يكون مر ف يعني مو كل الناس تقبلها. الريتيشن بالاورال ميوكوزا ممكن يسوي لي تهيج التهاب بالاورال ميوكوزا اللي هي الميوكوزا مال الاورال اور كافيتي مال الموث. ولارج كوانتيتيز ار نوت جيفن ما اقدر انطي بنسبه كبيره ما اقدر انطي كميه كبيره لازم شويه شويه تشوفوها انها كصوره توضيحيه جد صغيره كلش حبايه صغيره. وفيو دراج ار ابزوربد انه مو كل الادويه اقدر انطيها من خلال هاي الروت مو كل مو اي دواء اقدر اخليه جوا اللسان ويصير بي ابزوربشن لا المواد تكون فيو العفو مو المواد الادويه تكون الادويه اللي دا اقدر اخذها تحت كحباية تحت اللسان هي فيو قليلة كلش. زين البوكال اند سبلينجوال تابلت انه الحباية سبلينجوال اند بوكال ميديكيشن ار ادمنستد باي بليسينج ذيم ان ذا ماوث انه انا الحباية اخليها بالماوث يا اندر تانك تحت اللسان يسموها سبلينجوال اور بتوين القم اللثة اند تشيك اللي هي تشيك نفس البوكال الخدود شوف هنا يا اما اخليها بالماوث هاي هنا تحت اللسان هو رافع اللسان او اخليها هنا بالماوث او شوف هنا وين خالها بين البوكال هنا اللي هي الميوكوزا مال البوكال اللي هي التشيك
الخدود وبين القم اللثة، احصرها يعني بين اللثة وبين الخدود، هاي ثلاث مناطق. زين the medication dissolve rapidly and are absorbed through the mucosa membrane of the mouth where they enter into the bloodstream. مثل ما قلنا انه dissolve rapidly انه تذوب بسرعة ويصير بيها امتصاص absorption سريع وتتروح مباشرة للبلاستريم، وبالتالي هي تتجنب الفيرست باس ميتابوليزم. شوف هنا دا يقول avoid the acid and enzymatic environment، نفسها مع الفيرست باس ميتابوليزم، متى توصلين تتجنبهن of the stomach and the drug metabolism enzyme of the liver، هذا كله تتجنبه. ليش؟ لانه هي مباشرة تروح للبلاستريم. example of drug administered by the root، هاي ذا الفازو دايليتر او السترويدال هرمون، ذني امثلة ذني مهمات يعني كلش طبيعي. هاي المحاضرة عبارة كلها عن حفظ، ما بيها اشياء فهمية، كلها عبارة ممكن تجي امسكيوات. فالامثلة اللي انا اخذها كحباية تحت اللسان هي الفازو دايليتر او السترويدال هرمون. زين الريكتال روت اللي هي من خلال المخرج او المستقيم اللي احنا نعرفها بحياتنا الطبيعية يعني ينطوها للأطفال اللي هي التحاميل. زين drug that are administered rectally as suppository، لا suppository المفروض هي شيء اللي هي التحاميل. in this form a drug is mixed with a waxy substance that dissolve or liquefate after it insert into the rectum. انهم شايفين انه التحاميل مال الأطفال دائما دايرها اكو منطقة شمعية، منطقة طبقة دهنية، طبقة شمعية حتى تحافظ على الدواء اولا، ومن تدخل للجسم او من داخلها من خلال الركتام راح يصير بيها ديزولف، راح تذوب. وش وقت تذوب وتنحل هاي المادة؟ حرارة الجسم الطبيعية راسا راح تنفك، وبالتالي الدواء راح يطلع وراح يصير بيها ابزوربشن، راح يروح للبلاد ستريم. زين اكزامبل من هالديازيبام او الاندوميثاسين، طبعا ذني اخذناه ديازيبام مال الصرع، والاندوميثاسين اخذناه بذيش المحاضره اللي قلنا سوالنا مصايب، تذكرون؟ حاولوا ترجعون الذاكره انه اخذناه للالم، هذا اللي كان عنده تورم برجله واخذ الم وسواله مليون مشكله بعدين. والبارالديهايد والريكتوتامين، الريكوتامين تامين اللي هنا ما صراحه ما قاري عليهن وما بدي اطول المحاضره اكثر لانه من دا اطولها تقولون هو عاده تصير. زين ادفانتج وديس ادفانتج كالعاده، مميزات وسلبيات. انه المميزات اني اقدر استخدمها بالتشلدرن، طريقه فعاله للاطفال، ليتل اور نو فيرست باس افكت، انه ممكن توصل ويصير بيها يتاثر عليها الانزيمات ولكن بشكل قليل، little or أصلاً ماكو، رأساً تروح للدم من خلال فين اسمه هذا الهايمرويدال، مفروض الهيمورويدال فين، هاي حيوصلها رأساً للبلاد ستريم وبالتالي ما يصير بيها ميتابوليزم. used in vomiting or unconscious، انه تذكرون انه قلنا الشخص اللي يصير عنده تقيؤ او فاقد للوعي ما نقدر ننطي oral root، بالتالي انا اقدر انطي من خلال الركتال روت، انطي من خلال المخرج لانه اني ما احتاج انه هو يكون واعي. زين higher concentration rapidly achieved، انه اني امتصاصا راح يكون يعني راح تدخل راح توصل للبلاد ستريم، فاني اقدر يعني اوصل اكبر كاكبر تركيز ممكن. ليش؟ لانه نقول احنا little or no first pass effect، لانه يا اما تاثير قليل او ماكو. زين disadvantage inconvenient، انه غير مريحه. الابزوربشن از سلو اند يعني اراتيك، انه الامتصاص راح يكون بطيء ومرات يكون غير منتظم، هاي وحده من السلبيات مالتها. الروتيشن اوف اور انفلاميشن اوف ريكتال ميوكوزا كان اكر، حال ادويه اي دواء ممكن يسوي لي الروتيشن تهيج التهاب بالميوكوزا اوف ذا ريكتال مال المستقيم. زين هسه راح نجي على البارنترال روت اللي هي ماني ما احتاج من خلالها الجي اي تراكت، تقريبا دي كنا الراحن احتاج الجي اي تراكت بس بتفاوت يعني، بس انا دا احتاجه دا يوصل جزء منه. زين دايركت ديليفري اوف دراج انتو ذا سيستميك سيركوليشن ما احتاج، راسا دا اوصله للدم without intestinal mucosa يعني مال الجي اي تراكت.
راح نجي على ادواء انواع الانجكشن. اول وحده هي الاي دي اللي هي انترا ديرمال. تعرفون انه الجلد دي يتكون من ابيديرمال وديرمال، اكو حقنين طوا بالديرمال يسموها الانترا ديرمال انت ذا سكن، تحديدا طبقه الديرمال. سبكوتينس تشو اللي هي يسموها ابره تحت الجلد اللي هي اس سي. عندنا الحقنه العضليه اللي هم ماكو حد بينا مجربها، ينطوها بالسكليتال مسل انترا ماسكولار. انترا فينوس اللي هي الابره اللي تكون نسوي بي نسحب بيها دم من الايد اي في بالفين. واكو انترا ارتريال اللي هي تكون بالارتري. والانترا ثيكال اللي هي تكون بالسيربرو سباينال فلويد اللي هو السي اس اف. مال البرين مال السباينال كورد. زين انترا بيريتونيال اللي هي تكون بيريتونيال كيفيتي. والانترا ارتيكولار اللي هي تكون بالساينوفيال فلويد مال الجوينت مثلا الجوينت. زين هنا راح يجي يوضح شويه. هنا حسب الصوره الانترا ديرمال دا ينطيها بطبقه الديرمال مال الجلد. تشوفون هاي الطبقه الاولى هي ابيديرمال، هاي الطبقه الثانيه ديرمال، فتشوفون انه هاي الاي وين دا تجي بالديرمال. زين ثاني وحده هي السبكوتينس تحت الجلد اللي دا ينطيها بالكونكتيف تشو. زين ابزورب اوف دراج فروم ذا سبكوتينس تشو. هاي المنطقه اياته سبكوتينس تشو. والثالثه الانترا ماسكولار دا يوصلها للمسل هاي السي. هو الانترا فاسكولار اللي هي ينطيها مباشرة دايركتلي انتو ذا بلود ستريم. شوفوا مباشرة دا يوصل للفين للبلود ستريم. نرجع ادفانتج والديس ادفانتج. زين اول شيء هاي بايو افيلابل، ليش؟ لانه دا انطيها مباشرة للدم، مدى يتوصل للجاي تراكت، مدى يصير بيه ميتابوليزم لا بمعدة لا بمعاء لا بليفر نهائيا. فبايو افيلابل مالتها حتكون 100% اصلا 100%. زين رابط اكشن ليش؟ لان هامدة توصل للدم رأسا وكلها، بالتالي اني اقدر استخدمها امرجنسي طوارئ. بالاورال رود قلنا ما نقدر لانه الابزوربشن بطيء والاكشن بطيء، هنا لا ابزوربشن عالي لانه اني رأسا دا وصل للدم. والبايو افيلابل مالتها عالي بالتالي الاكشن مالتها عالي واكثر استخدمها بالطوارئ. نو فيرست باس ميتابوليزم هذا هسه قلنا. زين سويتبل فور انه الفوميتنج كالعاده، انه شخص اذا عنده تقيؤ واذا هو فاقد الوعي انا اقدر انطيه حقنه بدون ما هو صاحي، بدون يعني كاورال روت ما اقدر بس كانجكشن اقدر. زين الريتنت وباد تيست دراج انه الادويه اللي ممكن اني اذا انطيها كاورال روت مثلا كحبايه ممكن تسوي لي الريتنت تهيج او ممكن يكون طعمها ما طيب نهائيا، دني اقدر احولهن الى انجكشن حقنه، اقدر اخذهم كحقنه. نو غاستريك ريتيشن، ما اسوي تهيج للمعده، اكو ادويه من توصل للمعده المعده راح تاثر عليها كميتابوليزم وهي هم راح تاثر على المعده، تسوي التهابات وريتيشن بالمعده. فاني من دا انطيها انجكشن ما دا اوصل للمعده، بالتالي دا اتجنب الغاستريك ريتيشن. نو فود دراج انتراكشن نفس الشيء، لانه هي ما دا توصل للمعده ما يعني ما دا توصل للفود، فبالتالي ماكو يعني ماكو فود دراج انتراكشن. زين الديس ادفانتج مالتها ممكن تسوي لي التهاب، انه انا المنطقة اذا ضربت الابرة بشكل غلط اذا معقمتها ممكن يسوي لي انفكشن. هاي واحد استريلايزيشن انه اني مجبور اجيب تعقيم. زين انفيزف انه راح تسوي لي اختراق، قلنا بالاورال ما بيها اختراق. شوف هنا مثل ما شرحنا، شوف هنا بالاي اخترقت الابيديرمال والديرمال، هنا البي ديرمال ديرمس العفو ابيديرمس وديرمس و بالبي وصلت للسكوتينس اخترقته، والسي وصلت للمصل بالاورروت، هذا كله ما دا يصير. زين بين مؤلمه نيد سكول، انه مو اي شخص يقدر يسويها، يعني خاصه مثلا المسكولار انجكشن هواي من عندنا يروح اذا ما عنده احد بالبيت يروح مضمد يروح طبيب عرف حتى ينطيل الانجكشن للحقنه، فتحتاج مهاره. انافلاكسز اللي هي
الارجي حساسيه، شايفين انه مرات من ينطون دواء يقول لك قبل ما تضرب الابره روح سوي اختبار، ينطوه اياه بالايد، يسوي له دائره بالايد وينطوه، ينتظروه ربع ساعه، اذا صارت المنطقه طقعت وصارت حمراء يقول لك يابا عندك حساسيه منها دير بالك لا تاخذها، واذا ما صار شيء تقدر تاخذها بصوره طبيعيه. فايل انافلكسس يقصد بها الحساسيه، والاكسبنسيف غاليه، اكو ادويه كلش غاليه، وخصوصا تذكرون فتره كورونا كان اكو اوبر يعني حسب ما سمعنا انه وصلت اسعارها ورقه ورقتين، فنوعا ما الانجكشن الحقن اسعارها تكون اغلى من الاورال، من الاورالات وخصوصا التابلت الحبايات الحبوب. زين انترا فينس روت اللي هي تحديدا عفوا وقع القلم اللي هي الانترافينس الحقنة الوريدية اللي اذا تكون رأسا بالوريد رود، شنو الادفانتج مالتها؟ طبعا هي هاي المحاضرة كان المفروض يصير بها خليط بين 9 و10، ما ادري شنو الخربطة، لانه المفروض يحكي كمقدمة عنها وعن الطرق مال الاور يعني الانترافينس، بعدين ينطي سلبيات وايجابيات، اكو حكي هنا حكي وحكي بالعاصرة، فالصراحة يعني الوضع شوية متخربط، بس هي سهلة المحاضرة يعني نقدر نتلافى هالشي. زين الادفانتج الاي في از ذا موست كومون بارانترال روت، اكثر طريقة شائعة اني ما استخدم من خلالها الجي اي تراكت، بالتالي فور دراجز ذات ار نوت ابزورب اورالي، انه اني انطي من خلالها الادويه اللي ما اقدر اخذها بشكل اورالي، اي دواء ما اقدر اخذه من خلال الموث ممكن انطيه كانجكشن بالاي في. زين افويد فيرست باس ميتابوليزم باي ذا ليفر، هذا حكي انا الف مرك، اي حقنه دا انطيها راسا للبلاد ستريم راح تسوي لي يعني مو راح تعبر لي الفيرست باس، ما حيصير بيه ميتابوليزم لانه هي اصلا ما راح توصل لديش المنطقه. زين انترا فينوس ديليفري بيرمت رابيد افكت اند ذا ماكسيمال ديجري اوف كنترول اوفر ذا سيركيليشن ليفل اوف ذا دراج تريشن اوف ذيس دوز وذ ريسبونس، يعني شنو راح تعطيني اكشن سريع بيرمت رابيد افكت لانه البايو افيلبل مالتها 100% كلها دا توصل، واكشن ابزور يعني ما بي ابزوربشن لانه انا راسا دانطي البلاد ستريم راح اسوي لي اكشن سريع، ولا تخليني اتحكم انه انا عندي تحكم كامل بالدواء، انا بكيفي من دا انطي حقنه، انا عندي سرنجه عندي قياسات اقدر اعرف ايش قد انطي من الدواء، ومثلا المغذي المغذي اني من دا من طيت ابره بالمغذي ودا توصل دا طب شويه شويه للجسم دا اشوف اكو استجابه اقدر اتحكم بالمغذي انا الصيح اللي فتعطيني درجة عالية من التحكم. زين large quantities can be given for pain free، انه اقدر انطي كمية كبيرة، مثلا هسه قبل شوية قلنا بالسبلينجول تحت اللسان ما اقدر انطي كمية كبيرة، بينما هنا لا اقدر انطي كمية كبيرة fairly pain free ما بها اي الم، لعش شنو هنا قلنا الم، هذا الالم هذا هنا كان دا يحكي عن الحقن بصورة عامة، بس اذا نجي يعني نخصصها وحده وحده المال الانترافينوس شايفين من نسوي اختبارات بالايد بنسحب دم ما بيها اي الم، بعد هنا هذا الالم يقصد بها مثلا الانتراماسكولار، الانتراماسكولار شويه بيها الم فما بيها الم، بايو افيلبل 100% ابزوربشن فيز از باي باست، يعني انه ما دا يصير بيها ابزوربشن ما احتاجه لانه انا راسا دا اوصلها للبلاد ستريم، وبالتالي البايو افيلبل 100%. زين هاي صور توضيحيه. Disadvantage مالتها however unlike drugs in the GI tract these are injected cannot be recruited by structures such as MSS or by binding to activated charcoal. هاي charcoal يعني شنو charcoal؟ هسه راح نجي مثلا انا انطيت دواء كحقنه وصلته كله البلاد ستريم، بالتالي شفت انه انا انطيت حقنه شويه زايد عن اللزوم كان من المفروض انه اني اقللها، هل اقدر انه اني هاي الدواء اطلعه؟ لا ما راح اقدر، ليش؟ لانه اني وصلت للبلود راح للدم وراح كله بعد ما بي رجعه، على عكس الاورال روت اني مثلا اذا انطيت حبايه انه اني مثلا هنا اسوي يعني عمليات معينه such as emesis انه انا اخليه يتقيل، بالتالي راح يطلع لي الدواء راح اخلص منه، اقدر ممكن ارجع انطي كميه دوز اقل، بينما بالدم لا انا من انطيتها راحت بعد. زين هاي الشاركول شنو؟ هاي مواد معينه ينطوها للمريض تروح ترتبط بالدراك ما تخليه يسوي الاكشن مالته، هاي من خلال كاورال انه انا ممكن انطي هاي الشاركول او ممكن اخليه امسز يتقيا، بينما بالدم لا من انطيتها راحت بعد ما اقدر اسوي لها اي شيء.
زين اي في انجكشن ماي اوسو انديوز هيمولايسيس، ممكن يسوي لك تكسر كريات الدم الحمر. واحده من اسباب انه انا النيدل مالتي السرنجه ممكن يكون حجمها غلط، شايفين ان السرنجات بيها احجام، هاي واحده من الاسباب اللي ممكن تاثر على الهيمولايسيس. زين or cause other adverse reaction by too rapid delivery of high concentration of drug to the plasma and tissue also vital organ like heart brain etc. هاي تقريبا تكمل هاي، لانه ده يقول لك انا اذا انطيت concentration كان يعني concentration عالي تركيز عالي جرعة عالية ممكن حيسوي لي سايد افكت، ممكن حيتأثر لي على اعضاء مهمة مثل الهيرت مثل البرين. ليش ده تأثر لي؟ انه يابا انا ما اقدر يعني اتلاحق لها، ما اقدر اسحب هاي التركيز العالي، ممكن تأثر لي. زين thrombo lephlebitis of vein and necrosis of adjacent tissue in of extravasation occur as well as infection at the site of injection. ممكن أنا إذا ضربت الأبرة بشكل غلط، ما كان عندي الخبرة الكافية، لح أضربها بشكل غلط لح يسوي لي التهاب بالفين. ما أكون الصورة موجودة، ماكو، ممكن يسوي لي مثلا هاي هنا مبينه شوية يتورم، حيصير عندي التهاب بالفين، أو ده تسوي لي نكروسس بالتشو المجاورة. ليش؟ لأنه أنا ضربت الأبرة غلط، ما وصلت الدم كله للفين، ممكن طلع التشو اللي داير مدار الفين. هاي التشو الأنسجة ما تتحمل هذا الدواء، أنا هذا الدواء ما مخصصة أنه يصير على التشو اللي داير مدار الفين، أنا بالغلط وصل، فبالتالي راح يصير بي نكروسس يموت. فهاي واحدة من الديس أدفانتج، أنه يا أما تسوي لي التهاب بالفين أو تأثر على الأنسجة اللي داير مدار عفو وتسوي لي إلى نكروسس. انتراماسكولار دقيقة بس نشوف هنا شو بقى، خلاص انتهى هذا اللي هو الانترافينوس انجكشن. زين هسه بالانتراماسكولار روت اللي هي اكثر طريقة الشعب العراقي ما يريدها وما يحبها، اللي هي الحقنة العضلية. وين ده تصير؟ ده تصير باللارج سكلتال مصل، مثلا الديلتويد هاي اللي تكون بالفاكسينيشن باللقاحات، او بالترايسبس اللي هي تقريبا جوا الديلتويد موجودة بالار، وبالجلوتياس ماكسيماز اللي هي بالجلوتيال ريجن، وهي اكثر منطقه يعني تكون بها الجلوتياس ماكسيماز اللي هي اكثر منطقه نضرب من خلالها الانتراماسكولار انجكشن. وكذلك بالريكتس فيوميروس، مرات بالاطفال ينطوهم اياه بالفخذ. زين الادفانتج مالتها الابزوربشن ريزولف يونيفورم. زين شوفوا هنا هاي النقطة اللي يقول لك الابزوربشن يونيفورم ريزولف بلاي وديبوت بريباريشن preparation. خلنا نشرح هاي ونوضح هاي وياهاي. مرات ينطون حقنة اني اذا انطيها بتركيز عالي، يعني مو بهالطريقة، خلنا نحشي اني راح انطي ابرة تركيزها عالي، راح تروح هاي الابرة التركيز راح يتجمع بالمصل، والمصل راح تبدي تطي شوية شوية من التركيز. يعني اني اذا مات التركيز 100 ما راح كل 100 ينتشر، لا راح ينتشر مثلا 10 10 20 20، مو كلها. هذه يسموها ديبوت بريباريشن، مثل يا ادويه مثل البنسلين مثل النيورو ليبتكس كان بي يوزد ات مونثلي او لونجر انترفلز، انه اني استخدمه على طول شهر وممكن اكثر. ليش؟ لانه التركيز شويه شويه ذا يطلع. فايده تبين لي انه الابزوربشن مالتها ده يكون يونيفورم بشكل منظم موحد، شويه شويه ذا يطلع. زين ربط اونست اوف اكشن، دائما نقول يابا اخذ الدواء اذا انت مريض كلش، اذا تريد الطيب بسرعه اخذ حقنه عضليه، اضرب ابره ولا تاخذ علاج من الاورا، لا تاخذ حبوب، لانه الاورا راح يصير بيها ميتابوليزم، راح تتاخر بالابزوربشن. بينما من دا انطي انتراماسكولار يابا راسا راح توصل للبلاستريم، كلها راح توصل اكثريتها، اخذ دواء حتى الطيب يعني ابره حتى الطيب بسرعه. زين مايلد اريتيشن كان بي جيفن، انه مثلا انا اذا اخذها من الاورال وتسوي لي تهيج ممكن ما اخذها اورال، احولها الى حقنه واخذها. زين فيرست باس افويد كالعاده، مدى توصل للجي اي تراكت، مدى توصل للليفر، مدى يصير بيها ميتابوليزم، بالتالي تحافظ على تركيزها كامل. زين نفس الشيء الجاستريك فاكتور، مدى توصل لديك المنطقه، لا تاثر عليها الانزيمات مال الجاستريك ولا تتأثر عليها الفيرست باز اللي هي يشمل ستومك يشمل الانتستين ويشمل ليفر. زين الديس ادفانتج مالتها السلبيات،
اكثر شيء اني ممكن اقدر انطي 10 ملي، فهذا تركيز قليل. واحده من يعني السلبيات انه التركيز ماكسيمم مالتي 10. زين local pain and abscess تعرفون بها وجع علم، not suitable for self injection انه اني ما اقدر اخذها وحدي، لازم شخص مختص حتى لا اسوي كارثه بنفسي، لانه مثلا منطقه الجلوتياس ريجن اللي هي اكثر طريقه اكثر مكان قلنا ناخذ من خلالها الانجكشن، اكو نيرفات مهمه، اكو ارتري مهمه، ممكن اي خطا يضرب لي واحده من ذني ويسوي لي مشكله، فلازم اني ما اخذها وحدي. زين اكسبنسيف غاليه، حالها حال انجكشن، ممكن يسوي لي انفكشن وتتطلب يعني تعقيم قبل ما استخدمها، ممكن يسوي لي نيرف دمج طبعا، ممكن انا بالغلط اضرب نيرف وبالتالي سويت لي كارثة، انشلت ذيك المنطقة. لوكال هيماتوما كان اكر انت انتي كواكيولان تريتد بي تي، اللي هي يعني مثلا عندي تخثر بالدم فاني اضرب ابرة حتى يعني هذا التخثر عالجة، بس ضربتها بشكل غلط، ما سويتها بالطريقة الصحيحة، راح اسوي لي نزف، راح اسوي لي هيماتوما. If any adverse effect may occur to adequate formulation can be removed. هذا نفس الشيء مال قبل شوية مال انترايفي، قلنا احنا من دل حنطيها تركيزها 100% بعد ما راح نقدر نطلعها، مو مثل الاورال روت بالتقيؤ وبالهذا الشاركل مالتنا الغد اكشن، هنا لا، من دل حنطيها بعد راحت خلاص هي وربها، راح يبدي التركيز كله يطلع. زين يعني قربنا نخلص السبكوتينس انجكشن، اللي صراحة ما اعرف ليش ذاكرها اصلا، يعني ما منطيها حقها ابد، شيء قليل ذاكر. اولا هي ريلايبل روت، انه طريقة ممكن استخدمها، هاي النقطة ما لها اي داعي. اسيستبل فور سيلف انه دا يقول لك هنا انا اقدر اخذها بنفسي، لانه المنطقة مثلا بالايد انا ممكن اقدر اخذها وحدي ما احتاج احد. disadvantage poor absorption in peripheral circulatory failure، هنا peripheral circulatory failure انه المنطقة اللي دا انطي بيها لأسباب عدة ما بيها فلود هواية، ما بيها blood supply هواية، ما بيها artery، زين انا من دا انطي دواء وما عندي artery شو اللي حيصير بيها absorption وينتشر بالجسم، بهاي الحالة بالفيلر انه الابزورشن مالتي راح يكون بور قليل ضعيف. زين repeated injection at one site may cause lipotrophy، انه انا من اضل اضرب بمكان واحد، مثلا اهل السكري ما يدري يجي يضرب حقنه ورا حقنه ورا حقنه بنفس المكان، هذا راح يأثر على الليبيد الموجود الدهون الموجوده، يسوي لها اتروفي، يعني الاتروفي يسوي لها ضمور تروح المنطقه resulting in erectile absorption، وبالتالي راح يصير تاثر هاي المنطقه، راح يكون الابزوربشن مالتي غير منتظم. فهاي يعني قلت لكم ما منطيها حقها، شيء بسيط انه طريقه مناسبه واقدر اخذها وحدي، هاي كاشياء زينه، اشياء مو زينه ممكن ما يكون بها امتصاص زين اذا كان فيلر بالسيركوليشن، ممكن اذا انا اخذها بنفس المكان راح تاثر على هاي المنطقه اللي دا يعني منطقه الحقنه، وبالتالي ما راح يصير بها ابزوربشن طريقه منتظمه. زين الانترا ديرمال روت اللي هي حقنه بالسكن تدوصل للديرمال انتو سكن ريزايكن بليب، هذا البي امثله عليها البي سي جي فاكسين، ده يكون للسل الرئوي والسنسيتيفيتي تيست اللي هي الاختبار مال الانجكشن، انه شايفين هاي المنطقه قلنا هسه حكينا عليه قلنا نسوي دائره وننطي، اذا صارت حمراء فهذا ياب الدول نجيب مثلا ابره، عندي ابره يعني ماسكولر عضليه يقول لك انا راح اسوي اختبار، هذا الاختبار بيا طريقه دا يكون بالانترا ديرمال، دا انطي بهاي المنطقه وانتظرها فد 10 دقائق ربع ساعه، اذا صارت حمراء طقعت يا هذا عندك حساسيه، عوف الابره ما تفيدك، تسوي لك مشكله ممكن تموتك، توصل للموت، يعني حاجه حقيقي، يعني اذا عندك حساسيه تموتك الابره، واذا ما صار شيء وبقت المنطقه طبيعيه عادي الابره طبيعيه وتقدر تاخذها. زين انتراثيكال او انترا فينت تريكولار اللي هي الثيكال تكون بالسي اس اف مباشره، sometimes necessary to introduce drug directly into the cerebro spinal fluid، يقول لك بعض الامراض انه اني حتى اذا انطي البلاد ستريم كاي في ما راح يفيدني، لازم مباشره انطي بالسي اس اف، فور اكزامبل امبوتريسين بي
is used in treating cryptococcal meningitis اللي هو هذا الدواء اللي يعني ما أعرف ضد الدواء كثير من مرة تعرفوني يعني إنه عندنا مشاكل بلفظ الأدوية الحمد لله والشكر. هذا الدواء ذا ينطو مباشرة بالسي إس إف حتى يعالج نوع من الالتهابات السحاية meningitis اللي هي الكريبتوكوكل. كريبتوكوكل هاي نوع من نوع البكتيريا اللي تسوي الالتهاب بالسحاية. زين الانهيليشن المفروض كملنا ايه كمل ما بقى شيء. الانهيليشن اللي هي قلنا مال مثلا الربو البخاخات. زين كان بي رابيدلي تيكن اب اور انيمينيتد جيفن ذا كلوز كنترول ذات هاز ماركت ذا يوز اوف ذيس روت ان جنرال انستيزيا. يا بدا يقول لك انه انا اقدر اغلى بسهوله ده يكون ده يطلع من الجسم ما بسرعه ما ده يبقى هوايه بجسمي. و هاز ماركت ذا يوز اوف ذيس روت ان جنرال انستيزيا. شايفين هاي يعني هاي نفسها مال الاكسجين مرات نفس هاي القناع مال الاكسجين هذا يستخدمه كذلك بالجنرال انستيزيا بالتخدير العام قبل العمليات من خلال الانهيليشن. زين سيلز ما بنسن ان براكتيبل انه انا ممكن استخدمه واحده مثل البخاخ مال الربو يعني اخليه بخشمي وابخ او لا بالموث بالحلق او ابخ ماكو مشكله وحدي. ثلاثة الأيروزول والباودر provide high local concentration for action on bronchi minimizing systemic effect. شنو أيروزول شنو باودر دني عندنا ثلاث طرق مال الانهيليشن. أولا هي مذكورات أظن بالمحاضرة العاشرة الغاز اللي هي إنه هاي المادة هي هوائية غازية تدخل رأسا لللانكس أو اسمها الأيروزول اللي هي حبيبات من الدواء بس موجودة خلال هاي المادة الغازية. يعني المادة الفعالة هي حبيبات والباودر لا الباودر هي تكون ذايبة تماما يعني هاي من ضمن الغاز. زين provide high local concentration مو شرط تعرفوها يعني بالمحاضرة الجاية راح تفتهموها أكثر. زين provide high local concentration راح تعطيني تركيز عالي for action بالبرونكاي مال اللانكس وبالتالي minimizing systemic effect حتقلل التأثير على السيستم كله حيكون علاجها يعني غالبا local. زين aerosol can be used for systemic effect وكذلك ممكن اسوي لها systemic effect ما عندي مشكلة بالروكتوتامين in migraine. زين فاحنا قلنا يا اما بالsystemic effect يا اما دا تكون local concentration يا ما هيش يا ما هيش حسب أنواع الأدوية وحسب الاحتياج. هاي كأدفانتج. زين ديسأدفانتج سبيشال أبارتشز إز نيدد إنه أنا أحتاج أجهزة خاصة مثل الربو. شايفين جهاز الربو إنه مو ما يعني لازم هاي ممكن تكون إكسبنسيف غالية. زين دراك ماست بي نون إيرتنت فور إف ذا بيشنت إز كونشيوس إنه إذا الشخص صاحي هاي الأدوية ما لازم تسوي لي الريتيشن تهيج لأن شايفين هاي المنطقة اللي أنا دا أستخدمها كإنهيليشن كبخاخات مال المجرى التنفسي يعني منطقة حساسة كلش مو مال أنا أسوي لها يعني إنفلاميشن مو مال أنا أسوي لها الريتيشن فبعض الأدوية ممكن تسوي لي تهيج فهي تكون ديس أدفانتج. زين obstructed bronchi may cause therapy to fail إنه ممكن أنا يكون عندي بالمجرى التنفسي يعني مسدود بفعل ممكن أنا مبتلع شيء وساد لي جسم غريب أو أي مرض مسوي لي مشكلة فهاي هنا الدواء ما راح أقدر أوصله لللانكس فهاي المنطقة راح العفواي الطريقة راح يصير بيها fail مثل ميوكوز بلاك إنه أنا obstruction يعني خلل او مقطوع على المجرى التنفسي بالتالي ما راح يوصل الدواء لللانكس فالعمليه فشلت. لهنا خلصت المحاضره. كانت المحاضره صراحه سهله وحلوه اكثريتها معلومات حفظ ام سي كيوات فهم ما بيها ابد حفظوها لانه يجي منها واني شفت بالسنين السابقه يعني هوايه جاي منها. اتمنى افتهمتوا الفكره العامه وهي ما بيها هوايه فهم. شكرا لاستماعكم.